القصة. معانا كيلو من الدقيق، دقيق مخبوزات مكتوب عليه بيتزا أو لجميع الأغراض، تمام؟ هنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة، هنحتاج كمان معلقة كبيرة من السكر، هنحط كمان بيضتين، كوباية زيت، ومعانا بقى كوباية لبن دافي وكوباية مية دافية، هنحطهم مع بعض عشان نلم العجينة. يعني أنا هستخدم مية وهستخدم لبن علشان أربط العجينة. هنحط طبعا أكيد مش هننسى إن احنا نحط رشة ملح على الدقيق. محتاجين عسل أسود وطحينة عشان دول هنستخدمهم في الحشوة، وهنحتاج برضو زبدة، ممكن الزبدة دي ندهن بيها الفطاير، تمام؟ مش عايزين تستخدموا الزبدة خلاص ما فيهاش مشكلة، هي يعني ايه كنوع من انواع ان احنا ندهن الفطاير قبل ما ندخلها الفرن بزبدة وسمسم، او ممكن بصفار البيض مع السمسم، يعني ده ينفع وده ينفع براحتكم، تستخدموا ده او تستخدموا ده قبل ما ندخلها الفرن وبس. خلاص وصفة ظريفة جدا جدا، وان شاء الله يا رب تعجبكم. يلا نعملها قوام. هنجيب بولة كبيرة وهنحط فيها الدقيق كده اهو، ورشه ملح، نضيع الملح كده في الدقيق، وننزل بقى بالسكر والخميره والبيض. معانا بيضتين بس محتاجه ان انا اخفقهم الاول قبل ما نحطهم في الشوكه. نتأكد كده ان هما مخفوقين قبل ما نحطهم على ايه العجينة كده اهو، تمام. ومعانا الزيت والحليب والمية، عايز اجيب بس المية برضو جنبي كده، احطها في المجر الصغنون ده اهو. هنحط الزيت ونعجن كل الكلام الحلو ده مع بعضه، ونبتدي نضيف بقى ايه الحليب والمية علشان نلم العجينة وتبقى متماسكة كده. ننزل بالحليب كده، عايزة تكملي عجنها كله بالحليب مفيش مشكلة. انا حطيت الاتنين كنوع من انواع يعني ايه ان ندخل ده وده، في الحالتين هيبقى ظريف. نحط ميه ونلم كده العجينه، ونفضل نزود ميه شويه بشويه لغايه ما تبقى عجينه متماسكه. تاني هنا كده ميه كده اهو، وادي العجينه اهو خمرانه بقى وهايله. حاضر يا استاذ صلاح، استاذ صلاح المخرج برضو يعني لازم نسمع الكلام. رشيت رشه دقيق، بصوا العجينه خطيره، خدها هنا كده، ورشه دقيق برضو كده على الوش. خد كده بقى ايه كورة وكورة، كل كورة هتبقى ايه مخبوزة من المخبوزات الحلوة دي اهو. بس كده اهو تمام. وانا لسه عندي رشة دي هناخدها كده، وعايزة بالنشابة افردها. نفردها كده ايه مستطيل بالشكل الحلو ده اهو، تمام كده بقت ايه يعني مطولة شوية او مدورة سيكة برضو، تصدقوا طلعت مدورة كنت عايزاها مستطيلة، بس هنتصرف برضو. انا معايا العسل بقى والطحينة، بصوا هتبقى هي دي الحشوة. ممكن تخلطي شوية مع بعض عسل وطحينة، او تعملي زي ما انا هعمل كده، هاخد كده ايه مسحة عسل كده
وطحينة. الله، هاتوا رغيف بقى وسيبكم الفطاير دي وناكل عسل وطحينة. انا يا جماعه بموت في العسل والطحينه. ياه، هي دي كانت الشوكولاته اللي سبريد على ايامنا، كانت هي دي العسل والطحينه. بصوا الحشوه كده، وانا ايه هلفها كده ونحطها كده. بصوا، وهاجي بقى عند الطرف ده بسكينه وهقوم عامله خطوط كده. واخدين بالكوا؟ عملت كده. وهنبتدي بقى ايه لفها كده عليها كل واحدة كده من جوه كده، او ممكن حتى نبرمها كده براحتكوا، ده شيك وده شيك اهو كده. خلينا نبرمها كل ايه حتة شرشرناها كده، يعني بعد ما قطعناهم ناخدها كده نبرمها وننزلها تحت العجينة بالشكل ده اهو. كده وكده، دول انا ما برمتهمش فهبرمهم عشان كلهم يبقوا زي بعض كده. تمام، وهاخدها بقى كده ايه الفها على بعض ونلزقها كده كويس قوي. وعايزه اجيب صينيه فرن علشان ايه اعرف ارصها عليهم. فين صينيه الفرن يا شباب؟ اهي، هناخدها بقى كده ايه نتاكد كده انها من تحت ايه متماسكه الحاجات اللي احنا لفيناها دي، ونقفلها قفله محترمه كده من الجنب اهو كده. وكل لحوسه العسل والطحينه اللي طلعت دي ظريفه، هتعمل طعم اصلا فيها حلو قوي. وزي ما قلنا بقى ممكن زبده سايحه او صفار بيض. انا معايا اتنين من صفار البيض، هنحط لهم رشة فانيليا كده. ممكن نخففهم بمية لو عايزين او بحليب براحتكم كده. معانا بقى سمسم على الوش وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، يعني بنتكلم مثلا في 25 دقيقة، ممكن توصل ل 30 دقيقة، تاخد بس كده لون حلو وتبقى خطيرة يا جماعة، خطيرة طعمها يجنن. وحشوة العسل والطحينة تحفة، ممكن تغيروها طبعا بجبنة، تغيروها بالشوكولاتة اللي هي القابلة للدهن لو تحبوا.